لعلنا عندما نبدأ أرحب بكم وأحييكم في الدرس الثاني من دروس النحو والصرف في الصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني بعنوان أقسام المنادى. أتمنى في خلال هذه الوقت القصير أن أقدم لكم درسا ممتعا وواضحا بإذن الله، ولعلنا نقوم بتبسيط المعلومة حتى تكون واضحة لديكم. فيما مضى درسنا أهم حروف المنادى، لعلكم تذكرون بعضا منها. من يذكر لي بعضا من حروف المنادى؟ يلا يا الحسن. عبد الله، أحسنت. أيا وهيا نستخدمها لنداء من؟ أيا وهيا هنا تستخدم لنداء من؟ للبعيد أم للقريب؟ أيا وهيا يا عبد الله، دائما إذا وجدت المد فإننا نستخدمها للبعيد، أيا وهيا. أما حروف النداء للقريب فقط فهي ماذا؟ من يذكرني بحروف النداء للقريب فقط نقول ماذا؟ الهمزة وأي. أحسنت يا الحسن، الهمزة وأي، هذه نستخدمها للقريب فقط. طيب، حرف نداء يستخدم للبعيد والقريب، الياء. أحسنت يا عبد الله، نستخدمها للقريب والبعيد. أيضا تحدثنا عن نداء ما فيه ال، كيف ننادي الاسم المحلى بال؟ عندما نقول الطالب، كيف ننادي الطالب؟ من ينادي لي الطالب؟ نقول ماذا؟ يا أيها الطالب أو يا هذا الطالب. جيد، ممتاز. طيب، عندما نقول الطالبة مؤنث، الطالبة، يا أيتها الطالبة أو يا هذه الطالبة. وأيضا تحدثنا في الحصة الماضية أنه يجوز حذف حرف النداء. متى يجوز حذف حرف النداء؟ إذا كان ماذا؟ نقول يوسف أعرض عن هذا، في الآية الكريمة. أيضا نقول الحسن جاوب، عبد الله تكلم، كل هذه نداء إذا كان مفهوما من سياق الكلام. هذا باختصار ما كنا نتحدث به في الحصة السابقة. ننتقل اليوم إن شاء الله إلى درسنا لهذا اليوم على بركة الله، نبدأ أقسام المنادى. طبعا كبداية نريد أن نبين أهدافنا في هذا الدرس، وهي أن يستطيع الطالب أن يميز أسلوب النداء وأن يعدد أقسام المنادى وأن يعرب المنادى، وكذلك أن يستخدم النداء بصورته الصحيحة. أمامكم الآن مجموعة من الجمل، والمطلوب هنا بين نوع المنصوبات التي تحتها خط. لاحظ معي الكلمات التي تحتها خط كلها ماذا؟ مرفوعة أم منصوبة؟ من خلال السؤال هنا، الكلمات التي تحتها خط هنا كلها ماذا؟ هل هي مرفوعة أم منصوبة؟ جيد، منصوبة. إذن نتفق على أنها منصوبة. الأولى، كتب الطالب الدرس. الدرس ما الذي نصبها هنا؟ لماذا هي منصوبة؟ من يستطيع؟ كتب فعل والطالب فاعل، لماذا هي منصوبة هنا؟ لماذا كلمة الطالب الدرس منصوبة؟ موقعها الإعرابي ماذا؟ كتب فعل والطالب فاعل، نقول ماذا هنا؟ مفعول به، صحيح، مفعول به. طيب، كان زيد نائما، كان زيد نائما، كان ماذا تفعل؟ كان زيد نائم، لاحظ زيد نائم، كان زيد نائما.
من الذي نصب ما موقعها الإعرابي نائما؟ كان وأخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. إذن نقول ماذا؟ نقول ماذا؟ وقعت خبرا لكان، وقعت خبرا لكان. لاحظ معي هنا، شاهدت الرجل مسرعا، ما إعراب مسرعا هنا؟ ما إعراب مسرعا؟ شاهدت الرجل، كيف حاله عندما شاهدته؟ ما حاله عندما شاهدته؟ نعربها ماذا؟ جميل. إذن ما إعرابها هنا؟ من المنصوبات حال وليس منادى، حال منصوب. وعليكم السلام يا سامر، حياك الله. حال منصوب. إن الحق منتصر، ما إعراب الحق هنا؟ إن الحق، ما إعراب الحق؟ سهلة وواضحة. نقول ماذا؟ إن الحق هنا اسم، إن منصوب. يا عبد الله، يا عبد الله، عبد الله هنا منصوب. لماذا؟ يا جاء قبله حرف ماذا هنا؟ جاء قبله حرف، حرف نداء، فنقول هنا منادى. منادى منصوب. إذن نستنتج من هذه الأمثلة التي أمامنا ماذا؟ نستنتج من هذه الأمثلة ماذا؟ من يعطيني الفائدة من 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 إعراب هذه الأمثلة وإحضار مثل هذه الأمثلة؟ نستنتج ماذا؟ درسنا هو ماذا؟ المنادى. ما علاقة المفعول به وخبر كان والحال والمفعول والتمييز واسم إن والمفعول معه وإلى آخر ذلك؟ ما علاقتها بالمنادى؟ كلاهما تشترك، يشتركون في ماذا هنا؟ يشتركون في ماذا؟ لا يا الحسن، عبد الله أحسن، يشتركون في النصب. إذا نستنتج أن درسنا اليوم ماذا؟ مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ درسنا اليوم، نستنتج أن درسنا اليوم ماذا؟ من المنصوب. جيد، ننتقل الآن إلى، طبعا هنا إعراب بالتفصيل، يبدو أن الجدول لن يظهر عندكم بالشكل السليم. هل الجدول واضح الآن؟ عبد الله واضح، حياك الله يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن الدرس هنا وقعت مفعولا به، وأمام هنا وقعت مفعولا فيه، و كان زيد نائما، وقعت ماذا هنا؟ خبر لكان. وكذلك الجملة الرابعة، إن الحق منتصر، وقعت هنا اسم إن. كذلك في الجملة الأخرى، شاهدت الرجل مسرعا، وقعت ماذا مسرعا؟ ذكرناها قبل قليل، وقعت حالا. كذلك اشتريت 20 كتابا، ما إعراب كتابا هنا؟ اشتريت 20 ماذا؟ ميز هذه 20، فنقول هنا ماذا إعرابه؟ تمييز منصوب. طيب، كذلك اجتهد الطالب اجتهادا، هذا مفعول من المنصوبات ويعرب مفعول، لحظة الشريحة هنا، أيوة، مفعول مطلق. وكذلك الجملة هنا، يا عبد الله، قلنا أنه منادى منصوب. وكل هذه الأمثلة تشترك، والعامل المشترك بينهما هو حالة النصب. طيب، ننتقل الآن إلى أقسام المنادى، وهو صلب موضوعنا في هذا الدرس. الشرائح عندكم تظهر بسرعة أم بشكل بطيء أم ماذا؟ طيب، يا سائق الحافلة تقدم. أولا هنا، من يحدد لي ركني المنادى؟ أين ركني المنادى هنا؟
وما المقصود؟ يا أحسنت، أداة النداء هنا الياء. أين المنادى؟ أين المنادى هنا؟ سائق، صحيح، المنادى سائق. طيب، من نوع سائق هنا؟ لاحظ، سائق، سائق ماذا؟ السيارة، سائق الطائرة، سائق القطار، سائق ماذا؟ سائق نكرة. جيد، صحيح، مضاف. سائق هنا نكرة، أضفت لها ماذا هنا؟ الحافلة. إذن حددت الآن هنا النكرة بأنه سائق الحافلة، فأنادي يا سائق الحافلة. إذن هنا المنادى ما نوعه؟ هنا مضاف، نوعه مضاف. ما معنى كلمة مضاف؟ أي أنها نكرة أضفناها إلى معرفة لتوضح وتبين معناها، يا سائق الحافلة. إذن ركني المنادى هنا حرف النداء هو الياء، والمنادى هو سائق، نوع المنادى هنا أو نقول ماذا؟ مضاف. جميل، نوع المنادى مضاف. ما إعرابه هنا؟ الآن اللي أمامك ليس عربي؟ والله مشكلة. مفعول به الحسن، منادى يا الحسن وليس مفعول به. احذف كلمة مفعول به وأكمل. نقول ماذا إعرابه؟ منادى منصوب والفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. إذن النوع الأول هنا لدينا مضاف، الدرس منادى مضاف منصوب. إذن أول نوع، أول نوع من أقسام المنادى هو ماذا هنا؟ المضاف. وما حكمه؟ وما حكمه؟ النصب أم الرفع أم الجر؟ جيد، إذن هنا المنادى المضاف حكمه النصب. ننتقل إلى النوع الثاني من أقسام المنادى. يا صاعدا جبلا انتبه. عين ركني المنادى هنا حرف النداء الياء. جميل، جيد. والمنادى صاعدا، صحيح، صاعدا نكرة أم معرفة هنا؟ صاعدا، هل هي نكرة أم؟ ممتاز يا الحسن، نكرة. طيب، صاعدا ماذا؟ صاعدا جبلا، صاعدا سلم، صاعدا بيت، صاعدا درج أم ماذا؟ أضفنا لها ماذا؟ كلمة جبلا. هل جبلا هنا معرفة أم نكرة؟ نكرة مثلها، لكن صاعدا هنا من يذكر لي صعد؟ من يأتي باسم الفاعل من صعد؟ من يأتي باسم الفاعل من صعد؟ ممتاز، صاعد. إذن هنا كلمة صاعد وصف مشتق من المشتقات درسناها في الفصل الدراسي الأول. إذن هل هذا مضاف أم شبيه بالمضاف؟ شبيه بالمضاف، ممتاز، لأنه وصف مشتق فإنه شبيه بالمضاف. إذن هنا أركان المنادى، أولا حرف النداء الياء، ثانيا المنادى هنا هو صاعدا جبلا، ونوعه شبيه بالمضاف. كيف يعرب الشبيه بالمضاف؟ واضح كيف يعرب، سنتجاوز، يكفينا الشرح يا عبد الله. صاعدا، كيف نعرب صاعدا؟ واضحة، منادى ماذا هنا؟ ما إعراب صاعدا؟ يلا يا الحسن، يا سامر، منادى منصوب، منادى شبيه بالمضاف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جملة أخرى أو القاعدة، الخلاصة، أقسام المنادى، القسم الثاني هو ماذا هنا؟ القسم الثاني ماذا؟ الشبيه بالمضاف. ما حكمه؟ حكمه ماذا؟ النصب. إذن منصوب، حكمه النصب منصوب. جملة أخرى،
يا نائما أين ركني المنادى هنا؟ يا حرف النداء نائما، نائما هنا. هل لدي إضافة هنا؟ هل نائما هنا مضاف؟ هل أضفته إلى شيء؟ لا، إذا أستبعد هنا المضاف. هل هو شبيه بالمضاف؟ أيضا لا. جميل. طيب نائما هنا نكرة، نائما نكرة. عندما أقول يا نائما استيقظ، يا مسرعا انتبه، يا طالبا اجتهد، هنا هل أنا أقصد شخص معين؟ الحسن يقول نعم نكرة مقصودة، وعبد الله ينفي ذلك. طيب سأعطيكم المثال، مثالا آخر. يا رجلا خذ بيدي، عندما يقف الأعمى على قارعة الطريق، خذ هذه القصة ولعلها تفرق بين النكرة المقصودة والغير مقصودة. يا ويقف أمام على الرصيف يريد أن يتجاوز إلى الطرف الآخر، فيقول يا رجل أم يا رجلا؟ أجيبوني. يقول يا رجل أم يا رجلا، هل يرفع أم ينصب؟ ممتاز. يا رجلا خذ بيدي، هنا في هذه الحالة هل يقصد رجلا محدد أم أي رجل؟ إذن لا يقصد أحدا، إذن هذا نسميه نكرة غير مقصودة. إذن هنا المنادى نائما نكرة مقصودة أم غير مقصودة؟ يا غافلا، يا إذن غير مقصودة. إذا شاكل عليكم النكرة المقصودة والغير مقصودة فتذكروا قصة الرجل الأعمى يريد وطريقة عبوره للطريق. إذن هنا نقول حرف النداء هو الياء، والمنادى هو نائما، ونوعه نقول ماذا؟ نكرة مقصودة أم غير مقصودة؟ نكرة غير مقصودة. ما إعراب النكرة الغير مقصودة الآن هنا؟ واضحة أمامك، ما إعرابها؟ نائما منصوب. ممتاز. إذا منادى نكرة مقصودة منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والخلاصة النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام المنادى هو النكرة الغير مقصودة. ما حكمها النكرة الغير مقصودة؟ ما حكمها؟ النصب. حكمها النصب. جيد. مثال آخر، أو أسئلة هنا. يا صاحبي الحقا بالقافلة. من يستخرج لي من الجملة السابقة كل منادى مبينا نوعه؟ في الجملة الأولى، يلا الإجابة عندك يا الحسن، عندك الآن يا الحسن، نأخذ الحسن نتناقش معه. أين المنادى هنا؟ المنادى يا الحسن، صاحبي. ممتاز، صاحبي. طيب عبد الله بن سليمان رقم 2، يا حسنا خلقه أبشر، أين المنادى؟ يلا يا عبد الله، عبد الله النوح، أين المنادى؟ حسنا خلقه. جيد. 3، يلا يا سامر، أين المنادى في يا مسلما اتق الله؟ مسلما. جميل. عبد الله حميد، يا رحيما بالعباد ارحمنا، أين المنادى؟ رحيما بالعباد. ممتاز. طيب نأتي الآن للمثال الأول، صاحبي ما نوعه؟ نحن الآن درسنا 3 أنواع، مضاف، شبيه بالمضاف، ونكرة مقصودة. عبد الله سامر يقول مضاف، والحسن ماذا تقول؟ عبد الله حميد، يا صاحبي الياء هنا ماذا نسميها؟ كتابي، قلمي، جهازي. الياء هنا ماذا نسميها يا الحسن؟ درسناها في الفصل الدراسي الأول.
نسميها يا المتكلم، إذن هذا مضاف. يا صاحبي مضاف. يا حسنا خلقه، ما نوعه؟ يلا يا شباب من يعطيني إجابة، أسرع إجابة. صحيح، أسرع إجابة. يا حسنا خلقه. عبد الله حميد، شبيه بالمضاف. صحيح، شبيه بالمضاف. يا مسلما اتق الله، يا مسلما اتق الله، ما نوع المنادى هنا؟ نكرة مقصودة. ما زال سامر مصر على أنها نكرة مقصودة. سامر، تذكر قصة الرجل الأعمى يا سامر، نكرة غير مقصودة. صحيح، لأنه منصوب، نكرة منصوبة هنا، نكرة منصوبة فهي غير مقصودة. تذكر الرجل الأعمى. يا رحيما بالعباد، ما نوع هنا رحيما؟ شبيه بالمضاف. أحسنتم. إذا نقول هنا يا صاحبي، هنا الحق بالقافلة مضاف. الجملة الثانية، يا حسنا خلقه، أبشر، شبيه بالمضاف. كذلك يا مسلما اتق الله، ماذا نقول هنا؟ نكرة غير مقصودة. كذلك الجملة يا رحيما بالعباد، هنا شبيه بالمضاف. أقسام المنادى كم؟ كم عددها؟ أقسام المنادى كم عددها يا شباب؟ خمسة. درسنا كم الآن؟ أنهينا كم؟ أنهينا ثلاثة وتبقى اثنان. طيب، يا محمد لا تحزن. المنادى هنا محمد. محمد ما نوعه؟ ممتاز، علم. أحسنت يا سامر، علم مفرد. جميل، علم مفرد. يا هنا حرف النداء، والمنادى هنا محمد، ونوعه علم مفرد. طيب، لماذا قلنا علم مفرد؟ لماذا لم نكتفي ونقول علم فقط حتى نخرج ماذا؟ كلمة عبد الله أليست علم؟ عبد الله، عندما أنادي يا عبد الله، هذا علم. صحيح، هذا علم يا عبد الله، لكنه مركب يتكون من ماذا؟ من مضاف ومضاف إليه. عندما أقول لك الآن يا عبد الله، أنت رجل مؤمن، استخرج المنادى وبين نوعه. أين المنادى هنا؟ عبد الله، ما نوعه؟ مضاف. جميل، وعبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن كلمة مفرد أخرج بها ماذا؟ العلم المركب، أخرج بها العلم المركب ويحول إلى المضاف. عبد الله وعبد الرحمن وعبد الإله إلى آخر ذلك. طيب، سؤالي الآن، ما إعراب العلم المفرد؟ يا محمد، يا محمد، نحن عرفنا أن المنادى منصوب. وأحسنت يا الحسن، مبني، مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ لاحظ الحركة أمامك الآن. مبني على الضم في محل نصب على النداء. مبني على الضم في محل نصب على النداء. جيد. إذن الخلاصة نقول أن النوع الرابع أو الخامس، هذا الرابع أم الخامس؟ هذا لا يا لا عبد الله والحسن، هذا النوع الرابع، وهو العلم المفرد. حكمه يبنى على ما يرفع به، يبنى على الضم أو الألف.
يا نائم استيقظ. نفس الجملة التي مرت بنا، المنادى نائم. ما الفرق بين جملتنا السابقة والجملة هذه من حيث الشكل، الضبط بالشكل؟ يا نائم استيقظ، ما الفرق بين هذه وهذا وتلك؟ أحسنت، هنا جاءت مرفوعة بالضمة، وسابقة كانت يا نائما. هنا يا نائم استيقظ نكرة، مقصودة أم غير مقصودة؟ أحسنت، نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، جميل. إذا نقول هنا حرف النداء الياء والمنادى هو نائم، نوعه نكرة مقصودة. كيف نعرف النكرة المقصودة يا شباب؟ كيف يعرب المنادى النكرة المقصودة؟ يا نائم مثلها مثل محمد. النكرة المقصودة مبني على الضم في محل نصب على النداء، مبني على الضم في محل نصب على النداء. أحسنت. الخلاصة والقاعدة، النوع الخامس هو المنادى النكرة المقصودة، وحكمها البناء على ما يرفع به في محل نصب على النداء. طيب، قبل أن نذهب إلى التدريبات ونختم درسنا، نريد الآن يا فاطمتان اجتهدا. المنادى فاطمتان، ما نوعه؟ ما نوعه؟ ما نوع فاطمة؟ علم مفرد. أحسنت. طيب يا الحسن، يا سامر، قد يأتي شخص ويقول أن هذا مثنى، هل نقصد بكلمة علم مفرد المثنى والجمع أم نفيا لمن؟ وعليكم السلام، حياك الله يا عبد الله. إذن ما المقصود بالمفرد؟ أحسنت عوى، كي نخرج المركب من. إذن يا فاطمتان علم مفرد. يا زيدون، يا زيدون لا تهملوا، ما نوعه هنا؟ ما نوع نكرة زيد، جمع زيد زيدون. على مفرد أيضا. يا سائق لا تسرع، يا سائق. نكرة مقصودة. أحسنت يا الحسن. يا ظالم أيضا، ممتاز، نكرة مقصودة. طيب سؤال حتى نتأكد من وصول المعلومة وفهمكم. يا سائق من يحولها لي؟ هذه يا سائق نكرة مقصودة، من يحولها إلى نكرة غير مقصودة؟ ها، يا سائقا، ممتاز، يا سائقا. واضح الفرق بين النكرة المقصودة والغير مقصودة؟ يا سائقا لا تسرع. طيب ظالم من يحولها إلى نكرة غير مقصودة؟ يا ظالما، ممتاز. قلت لكم دائما إذا نسيتم النكرة المقصودة والغير المقصودة نتذكر من، قصة من. قصة الرجل الأعمى، صحيح، قصة الرجل الأعمى. طيب طبعا هذه هي الإجابات. فاطمتان علم مفرد. هل الجدول واضح؟ وسائق هنا نكرة مقصودة،
وزيدون هنا نقول نوعه علم مفرد، وأخيرا يا ظالم نكرة مقصودة. التدريبات، يلا تريدون أسرع إجابة أم ماذا؟ كيف تريدون أن نبدأ التدريبات؟ تريدون أسرع إجابة أم بالاسم أم ماذا؟ أم أجيب أنا عنكم؟ ماذا تريدون؟ عبد الله حميد، عبد الله حميد جاهز مستعد بأسرع إجابة. طيب عبد الله النوح معنا، يا عبد الله عندك السؤال الأول. يا بائع لا تحتقر رن السلعة. يلا يا عبد الله النوح ما رأيك؟ اختر إجابة صحيحة. ما نوع المنادى هنا بائع؟ مضاف. يا بائع فقط، لاحظ معي، يا بائع، يا بائع، ما في شيء أضفنا لها ولا شيء، لا يوجد إضافة نهائية. ها نستعين بصديق. نكرة مقصودة، يا بائع نكرة مقصودة. جيد، أحسنت يا عبد الله، أحسنت يا عبد الله أيضا، نكرة مقصودة. جملة أخرى، الحسن. يلا يا الحسن، أين أنت يا الحسن؟ يا واعظا غيرك، ابدأ بنفسك. ها ما نوع المنادى هنا؟ يا واعظا غيرك. يلا يا الحسن. عبد الله مستعجل، عبد الله يبغى اسرع اجابه. شبيه بالمضاف، صحيح، شبيه بالمضاف، احسنت. سامر، يا فتاه تعلمي تدبير المنزل. المنادى فتاه، ما نوع المنادى هنا يا سامر؟ نكرة غير مقصودة، صحيح، نكرة غير مقصودة، أحسنت. بقي لنا من؟ عبد الله مصطفى، يا معلمي الناس الخير أبشروا. يلا يا عبد الله اختر العلامة المناسبة لنصب المنادى. يا معلمي الناس، الفتحة أم الكسرة أم الألف أم الياء؟ ها عبد الله، معلمي الناس. طيب يا عبد الله والكلام للجميع، لو قلنا أن الناس غير موجودة كيف تكتب معلمي؟ كيف نكتب معلمي؟ ها يا عبد الله، هيا أمامك الآن، كتبتها أمامك. معلمين جمع مذكر سالم، يرفع بماذا؟ بالواو، وينصب ويجر بالياء. إذن هنا معلمي العلامة الصحيحة الآن، هنا الإجابة الصحيحة ما هي؟ الإجابة الصحيحة يا عبد الله الياء، منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، واضح؟ من لم يجب الآن؟ عبد الله حميد، يلا يا عبد الله حميد، يا حكم المباراة عبد الله حميد، أعطني الإجابة الصحيحة يا عبد الله. أين الألف؟ المنادى حكم، أين الألف يا عبد الله؟
حكم. أين الألف؟ حتى ما فيها ألف نهائيا. الفتح. إذن الإجابة الصحيحة هو منصوب وعلامة نصبه الفتح.